آثار ما خلفته قوات الأسر. حتى حواجزي كانت مركزة في وسط مدينة الحراك التي قامت بالانسحاب. الله أكبر. انسحاب قوات الأسد. حواجز في مدينة الحراك بعد الضربات الموجعة التي قام فيها الجيش الحر. الله أكبر. هذه حد الضربات الأسد التي قام الجيش الحر أمرنا فيها استمداد فيها الريال هنا اسحاب جميع الحواجز من داخل المدينة. هذه الصوات في المدينة فارق دمار المدينة. انسحاب قوات الأسد للحواجز في مدينة الحراك بعد الضربات الموجعة التي قام بها الجيش الحر. هذه كتابات جيش الأسد بعد انسحابهم من الحواجز داخل المدينة. كل أرض